يا ربي يا ربي، ولد في وسط الجنينة. والله ما حدش بيرفع معنوياتي غيرك يا عم بول. قولي بقى انك انت لسه ما فتحتيش، وانا عمال اتلكع علشان تكوني فتحتي. الساعة هي 10:10 يا سيدي. ده انا افتح لك مخصوص. بص بقى، خش جوه وانا هعمل لك فنجان قهوة بقى ما حصلش. ابراهيم جاب جرايد ولا لسه؟ زمانه على وصول. يا رب يا سيدي بالسلامة. اهو يا سيدي وصل. نفسي اوصل قبلك مرة واحدة بس يا منغير. نام بدري وانت تصحى بدري يا ابني. طيب الجرايد اهي صبحة وسخنة بنار الفرن. صباح الخير يا منغير. صباح الفل يا هيم. طيب بعد اذنك. اتفضل. هو المنيو ايه النهارده؟ النهارده يوم عاصم. النهارده الثلاث. انا هخش اقرا الجرايد. طب وانا هاجي لك على طول بالقهوه على طول. شكرا شكرا. ابراهيم. ايوه يا نبيل، تعالى اتفضل. الو يا روح عين ماما. ايوه ماما. صباح الفل يا حبيبي. صباح النور يا حبيبتي. انت في الشارع ولا ايه؟ رايح المكتب. وزي دانا؟ كويس الحمد لله. ماما بقول لك ايه، هكلمك على طول بس عشان ياخدوني مخالفه عشان تليفون. لازم تكلمني ضروري عشان اعرف المنيو ايه. حاضر ماشي، هكلمك بعدين. سلام. عاصم، انا بيتهيألي ان احنا لسه قدامنا فرصه. انا مش عايز اطلق ياسمين. انا مش عارف انا بطلقها ليه اصلا. ادخل اتكلم معاها لاخر مره. والله العظيم انا بحبها. يعني هو انا نفسي تبختي مطلقه يعني يا حسام؟ ما انت شايف على ايدك اهو دماغها انشف من الزلط، اعمل ايه يعني؟ مازون خلص وعايزنا عشان ننتهي. خلاص يا عاصم الكلام خلص، ممكن بقى تتبطل دينجس عشان يمشي هنا بسرعة؟ ما هو يا دوب يا عم نبيل، انت عارف انا بدفع كهربا كام في الشهر؟ يا مريم يا بنتي، انت فاتحة مشروع تجاري كبير، انما انا في البيت لوحدي بطولي. حتى في البيت؟ ده انا الشهر اللي بقول فيه ما دفعتش فلوس بيبقى 700-800 جنيه. مش ادم قاعد معاكي في البيت؟ وساعات الاولاد برضه بيجي يزوروكي، او كل ده بيبقى فيه استهلاك كهربا يعني. ادم كانه قاعد في لوكاندا. انا بقعد باليومين وبالتلاته ما بشوفوش، واحنا اسمنا عايشين في بيت واحد. احمدي ربنا يا بنتي، غيرك بيقعد بالاسبوعين والتلاته. استنى من يسمع صوت عين من عياله في التليفون حتى. بقول لك ايه، بلاش التراجيديا دي، هي في اول النهار مش كده ولا ايه؟ قول لي بقى، انت قست السكر قبل ما تنزل؟ نشكر ربنا. معقول يعني ممكن تاخد واحد كريم كراميل ولا اكله انا؟ برضه نشكر ربنا وانا اكله بدالك. يا ابراهيم. هنزل معاك واحد كريم كراميل دايت. حاضر. دايت؟ لا بلاش دايت، ملوش طعم، بيبقى ماسخ قوي في امي. دول وبعدين اعترض. ايه يا ابني دخل زي القطر كده؟ افرض بقى حد طالع من المطبخ وشال معاه اوردر. انت اللي بزمري وانت خارجه امان، ثم انت اللي مخرجك بره، انت واحده مساعده طباخه يعني مكانك المطبخ وبس. انا بقى اخلاقي ما تسمحليش ان انا ارد على واحد زيك. ايه اللي حصل بشر منك ده يا امان؟ حصل غصب عني. تبوعي. صباح الخير يا استاذ نبيل. اهلان، ازيك يا امان؟ برضه بالمرياله مفيش فايده. معلش يا مدام انا اسفه، بس الحمد لله لسه محدش جه. انا بس قلت افكرك بمنيو النهارده عشان احنا داخلين على الظهر. احنا داخلين على الظهر وانا ما عنديش جوه غير السلطه. ما هو عاصم ما اتكلمش. هو النهارده ايه؟ التلات. مش هو قال التلات بشاميلات؟ هو احنا خلاص كده ثبتناها كل تلات بشاميلات؟ لا هو بيستسهل، عاصم بيستسهل. ما هو الراجل مش فاضي وراه شغله برضه يا جماعه. ما ده شغل كمان، والله شغل. اعمل ايه يا مدام؟ بشاميلات. أظن إن هنا مفيش حد غريب بينا.
ممكن تفهمينا ايه الموقف الزباله اللي حطيتينا فيه من شويه انا وادم؟ عاصم بالراحه دي، محدش اتنالي يقول لي بالراحه. انت بتزعق لمراتك ليه؟ هي مالها هي؟ ما تغيريش الموضوع. على فكره اسلوب الزعيق اللي انت واخده معايا ده مش هينفع، وانت عارف كده كويس يا عاصم. خلاص يا ياسمين، من غير زعيق ولا حاجه، بالراحه. ممكن افهم يعني ايه جرجرينا ونلاقي نفسنا فجاه عند المأذون بنشهد على طلاقك. كنت لازم اعمل كده، عشان لو كنت جيت قلت لكم الاول كنتوا هتخشوا معايا في دوامه مناقشات وحوارات وكلام وسين وجيم وليه وده جوزك وبيتك وصلي على النبي و و و. فانا جبت من الاخر. ايوه طبعا يا ياسمين، ده مش لعب عيال، ده طلاق يا حبيبتي. يعني بيت بيتخرب، وكلمه مطلقه اللي هتتقال عليكي في كل حته وانت اساسا ما بقالكيش سنه متجوزه. ما تتقال فيها ايه؟ احسن لي ان انا اعيش مطلقه وسعيده عن ان انا ابقى متجوزه وعايشه عيشه نكد. وانت حياتي اتهببتي تعيشي؟ ما لسه بتقولك بقالكيش غير سنه. سنه عدت عليا 10 سنين يا عاصم. صحيا نايمه جنب واحد انا ولا عايزاه ولا طايقاه ولا حباه، مش طايقه لبسه شكله وريحته اي حاجه. ياسمين، انت لما قررتي تتجوزي حسام ده برده ما خدتيش راي حد، حتى بابا لما كان بيسالك ايه اللي عاجبك فيه هبيتي فيه وقفلتي باب المناقشه، وقعدتي تقولي دي حياتي ومش حياتي وانا حر واعمل اللي انا عايزاه. وعشت معاه واكتشفت ان اختياري كان غلط، فقررت ان انا هصلح خطأ. ايه المشكله؟ وما زال حياتي وانا حره ومفيش اي حد عنده الحق ان هو يتدخل فيها. ايوه صح، وتجرجرينا وراكي زي الخرفان وتحطينا في المواقف دي كاننا جزء علم اللي عندك في الفصل. عندك حق، انا غلطان، انا كنت مفروض اروح اجيب اتنين من الشارع يشهدوا على طلاقي. وباباكي ومامتك اللي انت لغياهم خالص دول يا ياسمين، انت عارفه دول لو عرفوا ان انت خلاص اوريدي اتطلقتي ممكن يجرى لهم ايه؟ ولا اي حاجه. هيحصل ايه؟ بابا هيفضل عايش مع مسز توب موديل اللي هو فرحان بيها، ومامي هتفضل تكلمنا كل يوم الصبح تسالنا هنطبخ ايه النهارده. معقول لغايه دلوقتي لسه ما جستيش يا ساندرا؟ احنا معزومين على الغدا، على الغدا مش على العشاء. وانا باجي يا زويا شريف، يعني انت شايفني بلعب؟ مش لازم يقولوا ان باط شريف رفقي احلى واشيك واحده في المكان كله. حبيبتي لو كنت لسه حتى صاحيه من النوم ومن غير ما تعملي في روحك اي حاجه، برضه الناس كلها هتقول مراد شريف رفقي احلى واحده في المكان. خد بقى لبسني ده. أما آدم عمل لنا شوية سندوتشات؟ لو عاملهم بالوصفة السرية لسندوتشات أمك الشاي. ما عندكمش دم خالص أنتوا الاتنين، ها؟ جايلكوا نفس إزاي تاكلوا وياسمين عاملة المصيبة المهببة دي؟ نفسنا كانت هتتسد لو هي كانت متضايقة ولا متدمرة، إنما هي بعت من السنة قايلة لك إنها مبسوطة وحاسة إنها حرة. أنا مش فاهمة، إذا كان أنت نفسك ما كنتش طايق حسام أول ما تقدم يطلب إيد ياسمين. وبلعته عشان خلاص بقينا أصحاب وحبايب. لا، أنتوا بقيتوا أصحاب وحبايب لما هو وافق إنه شكك. حلو. اختك بقى ما فكرتش ليه ان في بيني وبينه شراكه وعقود وفلوس؟ تراهن ان هو هيفض الشركه دي عندك فيها؟ ايوه كده. قول بقى ان هو ده اللي سادد نفسك عشان اختك اتطلقت. لو حسام كان عايز يعند مع ياسمين كان من باب اولى عند معاها في انه يطلقها يا عاصم، انما الراجل اول ما لقاها مش عايزه تعيش معاه طلقها من غير لا دوشه ولا شوشره. اه بس بعد ما اتنازلت عن مستحقات طلاقها. انت كمان كنت عايزه تاخد مستحقات؟ الراجل كان نايم في امان الله، صاحي لقى مراته بتقوله طلقني وغشوميه من غير اي مبررات. انا لو مكانك كنت شقيتها نصين زي البطيخه بالظبط. مين قالك من غير مبررات؟ ياسمين اكيد كان عندها اسبابها وحسام اكيد عارفها، هي بقى مش عايزه تقول لنا اسبابها دي ايه، ده موضوع تاني. بالظبط، مش كده طلقها من غير شوشره. حسام طلق اختك وهو بلع جزمه قديمه في بقه بعد ما هددته ان لو عافرها هترفع عليه قضيه خلع وهتفضحه في الجرايد. طبعا هو عارف كويس قوي انها مجنونه وهتعملها، عشان كده راح مطلقها. ده راجل دكتور وعنده برنامج في التلفزيون ومشهور، لازم يحافظ على سمعته. وهي بقى حكيت لك هي طلبت الطلاق ليه؟ يا عم عاصم بقولنا ده مش موضوعك خالص. وبصراحه بقى مش لاقي عليك جو الاخ الكبير اللي خايف على مصلحته اخته بقى. ابوك يوافق يشاركني في المشروع ده كمان لو حسام قرر يخلع؟ I should have changed that stupid lock. I should have made you leave a key.
You'll be back to bother me, oh now go. كم منجا إيمان؟ بعدين بقى أنا لازم أحضر مني الغدا المدام داخلة تطبخ دلوقتي. يعني أخرج أقول للناس مفيش مشاريب عشان سنيرة رنا اتأخرت؟ البت دي زهمة عاملة زي السحتان القصود ده. والله المفروض مدام مريم تعمل حركة كده في المطبخ وأنت تقول لمهام رانيا وهي تقول لمهام كمان. بعد الشر يا حبيبي ويعني ممكن تعمل حاجة من اللي أنا بعمله وافرض لو ده حصل ممكن يعني تمسك المطبخ ده المطبخ هيبقى بيشغل صراصير كده وفلان والصحة إن شاء الله هتقفله بالضبة والمفتاح ولعلمك بقى حبة القلبانجة وسر المهنة اللي هي بتقوله ده ما يدخلش علينا احنا. البنت إيمان دي بتعمل عصير إنما إيه بتعمله زي الفل أحلى من اللي هي بتعمله. أصل المطبخ ده حبيبي نفس وأنا بقى نفسي لا يعلى عليه وأنا بقى اللي معلمة مدام مريم الطبيخ. سلام. أنا سمعت اسمي مين جايب سيرتي؟ زبتك بقى مين اللي علمك الطبيخ؟ مين؟ أصل أنا قلت الواد شيكو إن أنا معلمك الطبيخ بقولك إيه لو سألك قولي لا ما صحش يعني أطلع كدابة وأنا في السن ده. بتعملي إيه يا إيمان؟ رانيا برضو ما جاتش؟ ما أنت بديها إجازة تأخر النهاردة. لا إديتها ساعة مش نص يوم. ما عملتيش أي حاجة في المنيو يا إيمان؟ كله هيبقى جاهز حالا يا مدام مريم، أصلا مفيش زحمة خالص بره. شوفي إيمان، الاتنين جوا في واحد شقة. مفيش زحمة خالص. بس لما تيجي دي انا هوريك. شغلي بقى يا ام حنان. حاضر. صباح الخير. انا اسفه قوي على التاخير. انا قلت لك ساعه مش نص يوم. حضرتك مش متخيله الشوارع بره زحمه ازاي. انا اخدت ماما بتاكسي للمستشفى وسبتها تروح لوحدها وجيت على هنا بتاكسي. عملت لها التحاليل؟ طابور ملوش اخر عشان نوصل للاشعه. كانت التحاليل قفلت وقالوا لنا بكره. يعني بكره يا حبيبتي هتيجي متاخره برضه. اشتغل دلوقتي وبكره حلها حلاها. الو خضتيني عليكي قلبي كان هيوقف من الخضه. قلقانه من ايه يا ماما؟ ما هو اكيد لو انت كلمتيني 9 مرات وانا ما ردتش يبقى انا بعمل حاجه. وبعدين دلوقتي في حاجه اسمها ميست كول يعني انا هبص على التليفون هشوف ان انت كلمتيني وهرجع اكلمك تاني مش لازم تقعدي تكلميني مليون مره. ربيني يا حبيبتي ربيني ربيني كمان. ما هو انت اللي امي وانا اللي بنتك. ايوه كده خليكي بنت مؤدبه واسمعي الكلام. انت شكلك في الشارع؟ انا هعدي على دولي وبعدين هاجي لك على المحل. انت عامله بشاميلات النهارده صح؟ مين قال؟ عرفتي ازاي؟ النهارده يوم التلات والتلات ده يوم عاصم فاكيد هو اختار بشاميلات صح؟ صح برافو عليكي. جوزك هيجي معاكي؟ لا. ليه؟ مامي الخط بيقطع السجن الوحش قوي مش سامعاكي خالص. هكلمك بعدين يا مامي اوكي؟ باي. باي. ياسمين ما صار لي 5 ساعات نيمي راسي هالقد شكر ربك قدرت ابراسي عن المخده. تعرفي شو عملي انت الناس كذفت. مدام هند ازي حضرتك؟ هاي كيفك؟ الحمد لله. هي طب مريم موجوده ولا؟ لا موجوده طبعا اتفضلي. فربتيني زي كل مره؟ قهوه تركيه ساده. حاضر. احنا هنقعد بقى مستنيين الخيار اللي على عينك ده لحد ما يزرع ولا ايه؟ شوي وبشيلهم بلا هناء. امبارح نمت بالمكياج على وجهي طاب عيني كتير تعبانين. بعدين عشو مستعجله؟ شو راح تخبري امك انك تخرجتي بلا زهره؟ راح تقولي لانك اتطلقتي يا بلا مخ. دلوقتي بقيت بلا مخ؟ هو مين صحيح اللي كان قايل لي نفذي وبعدين اتكلمي؟ وحيه امك وانت دغري يا حرام رحتي ركضتي ونفذتي بدون ما تفكري ما هيك؟
احسن نصيحه انت اديتهاني يا دولي. شلت كل تقل من عليا وبقيت فاضيه للرغي والصداع، وهو اصلا كله تحصيل حاصل. خبره انت برضو يا دولي. طب قولي لي، مش حاسه انك حامله؟ لا بمطلقه لاول مره بحياتك. اول مره؟ ايه اول مره دي؟ اول واخر مره ان شاء الله. You never know. ما بوعدك. لا I know. مش ناوي اتجوز تاني خالص. كلنا هيك بنقول وبنرجع بنوقع راسنا. طب هي ماما هي، انت شايفه ان ماما ممكن تتجوز بعد شفرفي؟ لا ما هي امك هيدي كيس لحالها. بعدين انت ما تشبهيها ابدا، انت بتشبهيني الي للاسف. طول عمرك نموذج مبهر بالنسبه لي حتى وانا صغير. طبعا انا نموذج مبهر وما نعمل مني كتير كمان. بدي خبرك، اول امبارح تعرفت على شاب بيطير العقل كتير مهضوم، شفته بالبنك ومبير عزمته على عشاء وبعدين جينا لهون اتحلينا. جيهان قالت لي انه شاب صغير بالنسبه لها، يعني ماكسيموم 30 سنه، هيدي اذا مش اصغر مني حتى. لا يمكن شافت وحده تشبه لها افتكرتها هي. طب عم بقول لك قاعده على الطاوله اللي حدها كل السهره، بعدين جيهان ما رح تتغلبط بشكل امه. الله يفتحك يا ليلى. لا وقال شو؟ كان المفروض انا وكريم نروح مع جيهان وجوزها، بس لو ما فادي سخن واضطرينا نضلنا حده. عم تتخيلي لو رحنا بس كيف كان رح يكون الموقف؟ بتعرفي؟ صرت اكره اليوم اللي معقول التقى فيه بحماتي او بحال لحدا من اهل كريم. ما يكونوا شايفينها شي مطرح عم تعمل عملتها او سامعين عنها حكي وهن كمان يصيروا يحكوا. لا هم ما لهمش دعوه بيها، هم ليهم تصرفاتك واخلاقك وانت زي الفل. كيف ما قالوا عليها؟ هيدي امي، امي مش ام الجيران. بصي هي على وصول دلوقتي انا حسلوخه هطلع لك عينيها هتشوفي. ما في شي بغيرها، شو هيدي اول مره؟ ما انت ياما حكيتيها وقلتيها. أنا من ساعة ما جيهان حكيت لي وأنا أعصابي تلفانة، أنت الشخص الوحيد اللي فيه أحكي له فبتوت لي. بصي لو حد فيهم جه قال لك أي كلمة بعديهم له، قول لهم روحوا لأمي التانية، صحيفة ثواب إيه زي الفل. ما بتعرفي لو ما أنت شو كان بيصير فيها. حبيبة قلبي أنت. طيب أنا رح أمشي قبل ما تجي، لأن إذا أجيت وأنا بهالحالة بده يصير مصيبة. حبيبة قلبي أنا مش عايزاكي تزعلي نفسك خالص، خلاص؟ ازيك يا شريف؟ ازيك يا مريم؟ ازيك انت؟ اهلا يا قمر. اهلا. ازيك؟ ازيك انت؟ كيفك يا مشرف؟ اهلا حبيبتي. هاي كيفك؟ طيب مريم بحكيك. اوكي حبيبتي، باي باي. في الحقيقه احنا وساندرا كنا معزومين عند جماعه اصحابنا على الغدا، بس مش عايز اقول لك الاكل كان بشع، طعم وشنيع، وانا كنت واقع من الجوع وكان نفسي اكله حلوه. مايل كده ساندرا، قلت لها ساندرا ما تاكليش. اول ما قال لي نروح ناكل شيء مريم عملت ان كان عندي ميعاد شغل نساه، زوغنا وجينا لك على هنا. انا النهارده عندي بشاميل ليت. يبقى اكيد ده يوم عصب. صح. تشربوا ايه؟ ميه بس. ميه. طيب اتفضلوا اتفضلوا حالا هجهز كل حاجه. حسب ايه؟ كوكتيل حاجات بصراحة هدول. حاسة اني خفيفة، كان في تقل كده معين وانا متجوزة حسين ما بقاش موجود خلاص اختفى. اخي شي حلو؟ ما اعرفش يعني مش ندمانة. لا اكيد مش ندمانة، بس حاسة بتقل من نوع تاني وهذا الشي طبيعي. هو بس ضيق من مشروع فت فيه وفشل. صح تخيلي، صح فعلا هو ده بالظبط الاساس. عارفة برضه ايه تاني احساس لطيف اوي؟ اما تكوني مضيعة حاجة مثلا عزيزة عليكي اوي وبعدين فجأة لقيتيها. انت رجعتي لنفسك لقيتيها. كانت وحشاني بنتك. هلا انا مش عارفة شو بدي اقولها لامك. والله ولا انا. هو ده اكتر حاجة انا حاسة بيها ان هي تقول دلوقتي. ما امك طول عمرها حالتها حالك، حملتكم انت واخواتك ومشي فيكم كانكم بعدكم اطفال بالاحفاد. ايه الدلامه دي؟ ماله صنيح كده؟ بس الحق يتقال،
زمان ما كانش كده ابدا. الظاهر البنت الجديده دي علمته غزاله. ليه يعني عادي؟ وايه اللي عادي؟ خلاص اتسدد في وشهم كل المطاعم، ما لقاش غير مطعمك انت يجيبها طبخها فيه. هي دي اول مره يعني؟ ايوه يا حبيبتي، عشان مش اول مره. للبجاحه حدود. بقول لك ايه، هقولها لك مره، الراجل ده خلاص ما بقاش جوزي. ولما هو ما بقاش جوزي ايه اللي بيجيبه هنا؟ علشان هيفضل لحد لما يموت ويتقصف عمره قريب ابو ولادي. انت موديلك قديم، انا ست سبور. يا سلام، والناس السبور دول ما عندهمش دم؟ لا طبعا يا ام حنان، دي حاجه حلوه قوي انهم يعرفوا يفضلوا صحاب. حد سالك رايك يا ماما؟ بقول لك ايه، لجيم لسانك جوه بقك واقفليه. زودي اللحمه المفرومه اكتر من كده يا مدام. ايوه هو بيحبها زياده. هتسيبوا جاهز؟ اظن ان الحاجه الوحيده اللي مخليك تندم انك طلقت مريم انك اتحرمت من اكلها. انا عمري ما ندمت ان انا طلقت مريم، لاني عمري ما ندمت ان انا اتجوزتك. من انتوا ولاد صغار كان اذا حدا فيكم طلعت له حبه باصبعه تقوم لقيامه وما تقعد. عطيتكم روحه انتوا بيكم الله يرحم قيامه. ما بنسى لما عاصم صمت الحصبه شو صار فيها لامي، ضلت قاعده ملزقه فيه لحتى هي انعادت كمان. صار وجهها مبروم كله بقى حمرا مثل قفا القرد. اجلك تتخيلي مره بهالجده مع حصبه؟ ما بنسى يوم اللي كنت عمالة لهند شو عملت بالمستشفى. أصرت إنها تفوت معي على غرفة العمليات وفاتت، بس صوتها والصريخ تبعها كان ملا المستشفى، كأنه هي اللي عم تولد مش أنا. فظيعة هالمرة، فظيعة. لك بعمري ما سمعتها عم بتقول جاي عبالي كذا أو عيني بكذا. ما بتعمل شي لحالها، كل شي بتعمله لخدمة البشرية. ملكي يا عمي الله وكيلك هالمريم العشري. بتعرفي شو ناقصها لأمك؟ ناقصها شغلة واحدة بس، إنها تعرف تحب حالها شوي. ولك تحب حالها لو ربع الحب اللي بتحبنا إياه. سامحك يا مريم، هالغدا رح ادفع ثمن وثلاث ايام ما اكل شي فيهم غير تفاح. تفاح؟ انت بتكلمي جد يا مامي؟ ايوه يا بنتي، دول لسه خارجين قبل ما انتوا تخشوا على طول. انا افتكرتك شفتيهم. طب الحمد لله ان انا ما شفتهمش، عشان اذا كنت شفتهم ما كنتش هبقى لذيذه خالص. يا بنتي لازم تتعاملي مع الموضوع عادي، اذا كنت انا صاحبه الشأن اتعودت عليه خلاص. لانك مرة فريزر، بينما هي كتله نار ولعانه. طلعت لي طالع على دولي مش لمريم الهبولي. تصدقي بقى عشان قلة أدبك دي مفيش حل. لا شو أي حل؟ شو بدي كاني انفجر؟ باخد بس دبل إسبريسو وعلى السريع كمان، لأنه عندي ألف شغلة بعد بدي أعملها قبل الليل، في عندي سهرة. تمشي؟ تمشي تروحي فين يا دولي؟ إيه أنت جاية تاكلي وبس ولا إيه؟ سهرة مساء والسهرة بتاعت امبارح مش كفاية؟ لازم النهاردة كمان مساء وسهرة؟ برحمة أمك أنت عارفة، لما شفت هالزفت جيهان بالكلاب قلت رح تروح تسلسر لهند. وطبعاً هند إجت لعندك وقعدت تنشرني وتلعن سنسفيل اللي خلفوني، ما هيك؟ لا هي ولا سبت ولا لعنت، هي مش عارفة تودي وشها فين من كسوفها. كسوف؟ كسوفها من إيه يا حبيبتي؟ شو أنا كنت عم بعمل ستريبتيز أو عم بستقبل زباين مثلاً؟ ليك عين تحكي كده؟ ليك عين؟ يا الله مريوم، ما رح نخلص بقى من سيرة أبو زيد الهلالي؟ لا مش هتخلصي من سيرة أبو زيد الهلالي، مش هتخلصي منها بعمايلك دي. يا عمي أنا حرة بحياتي، لا عم بأذي حدا ولا عم بدعس على إجر حدا. لا بتأذي نفسك وبتأذي بنتك. لا ما عم بأذي بنتي، بنتي صارت كبيرة عندها حياتها وجوزها وشغلها وبيتها، فيها تعمل اللي بدها إياه. أما أنا فما حدا إله دخل فيي، إن شاء الله لو بدي خزق حالي بسكاكين ما حدا إله دخل. أنا لما أكون مع رجال ما بخونه وبلتزم فيه وما بكذب بعواطفي على حدا. بفتكر اجا الوقت وصار من حقي اني اعيش مثل ما انا بدي بعد كل اللي مرقت فيه، وبدي اعيش مبسوطه
فما رح اسمح لحدا انه يعكر لي عيشتي ولا حدا حتى بنتي، وما رح اسمح لجنس بني ادم انه ينتقدني او يقيم تصرفاتي. اذا في ناس شايفيني قرمه لدوس يصطفلوا، هيدي مشكلتهم، مثل ما انا كمان شايفتهم مثل الاموات عم بيكذبوا على حالهم ومفكرين حالهم عايشين. تقصدي مين بقى بالكلام ده؟ تقصديني انا ولا ما عاد اعرف بقى يا مريم؟ راح فين؟ راح فين يا دولي؟ استني بس، بدي اطلب تاكسي وامشي. انت كل شويه تتقمصي، اقعدي تكلمني زي الناس. انا مش مثل الناس، اذا انتم فاكرين حالكم هيك حلوين وناس فانا ماني مثلكم. انا مش مثل الناس عشان خاطري انا يا دولي، بليز اقعدي. مش طايقه اقعد بقى ياسمين. هو احنا جايين نتكلم فيه ولا فيا دولي؟ اي مظبوط، نسيت اقول لك، بنتي طلقت. يلا حملي كل الهم وبلش اضربي بحالك لشوف خطركم. طلقتي؟ يا نهار اسود في ايه يا امي؟ في حد من اخواتي حصل له حاجه؟ عاصم ولا ياسمين؟ في ايه؟ رد عليا. ياسمين اتطلقت. ماشي يا خضتيني، هو طلق ياسمين اللي عامل فيكي كده؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. امال لو كانت اتقطعت لي ايد ولا رجل كنت عملتي ايه؟ بعد الشر حبيبتي، بعد الشر عليكي. يا امي يا حبيبتي، انا اللي اخدت قرار الطلاق وانا اللي صممت عليه، وبما ان انا اللي صممت عليه يبقى انا اللي عايزاه، عشان انا شايفه ان انا كده هبقى بني ادم اسعد. انا مش مصدقك يا امي، صاحبه الشقه هي ما عملتش ربع اللي انت عملتيه. مش معقوله يا مامي، مش معقوله ان انا مش شايله هم الموضوع ده، ومش شايفه ان هي مشكله ان انا طلقت، لكن شايله هم المريحه اللي انت عاملاها لي هنا. ازاي يعني مش مشكله؟ اتخطبتي 3 مرات وفسختي، وكتب كتابك مره واتطلقتي قبل ما تخشي، ودلوقتي اتطلقتي وانت ما كملتيش سنه جواز، ازاي مش مشكله؟ ورد ان انا ما اتجوزش تاني. يا نهار اسود، ورد ان انا اتجوز واتطلق. مش هعيش حياه انا مش عايزاها عشان خاطر الناس ولا عشان خاطر انت ما تنهاريش. انت اكتر واحده المفروض تكوني عايزاني ان انا اعيش حياه مبسوطه، مش غصب عني متجوزه واحد ما بحبوش. ياسمين عندها حق، هو ست الكل. انت عايزه ايه من الدنيا غير ان احنا نبقى مبسوطين وراضيين؟ هتكونوا مبسوطين ازاي واختك متطلقه؟ طب ما انت هو يعني يا ماما، هو انت وبابا سايبين بعض بقالكوا قد ايه؟ 4 سنين. ومش شايفاك انت ولا مكتئبه ولا تعيسه يعني؟ لا لا، ده وضع تاني خالص. وبعدين تصرفات ابوكوا هي اللي طلقتني، وانتوا اللي اصريتوا على طلاق. وبعدين انا سالتك قلت لك جوزك خانك؟ قلت لي لا. وهو الخيانه هي السبب الوحيد اللي تخليني اتطلق؟ سبب مهم يعني. وبعدين انت ما قلتليش ليه اتطلقت؟ ومش هقول لك، هو انا عارفه اتكلم معاكي باللي انت عاملاه ده يا ماما؟ انا مش عارفه اتكلم معاكي باي عقل ومنطق. يا ربي، من ساعه ما انا قلت لها واحنا في المحل وهي عامله كده راحت لطمه وواقعه. لا 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 لا، نعل بقى شويه مريوم، مش كده؟ والله وداخت وقعت على الارض، وقعدنا ناكلها نخلل ونشممها في بارفان لحد ما وافقت ان هي تركب معايا العربيه ونيجي البيت. يا ماما الاوفر ده. ومن ساعه ما دخلنا قامت رابطه نفخها وهاتك يا عياط، واهو ده من الساعة كام؟ من 10 بالليل. عشان كده ما كلمتنيش تسألي عليا ولا مرة. وانت كنت فين طول الليل؟ كنت مع أصحابي. كنت مع أصحابي؟ على فكرة بقى أمك دي حافظة مش فاهمة، هو لازم تسألني السؤالين دول ما بسمعش الإجابة أصلاً. أنت اتعودتي وانت تيجي كل يوم في وش الصبح؟ ها؟ كنت بتعمل إيه مع أصحابك؟ نحتاس الخمر ونوقت بنات ونلعب الميسر يا ست الكل. والله العظيم أنا ما عرفت أربي، والله العظيم ما عرفت أربي. أنا قايمة أهو. ماما حبيبتي، ممكن والنبي نخش ننام؟ عشان انت كام ساعه وخلاص هتسعي. بجد انت مش متضايقه؟ والله العظيم، والله العظيم مش متضايقه، ده انا عمري ما كنت مبسوطه كده وحابه الحياه زي دلوقتي. مامي البيت وحشني، حاسه ان انا كده عايزه اخش ارمي نفسي على سريري واحضن مخدتي. مامي انت المفروض تكوني اكتر واحده مبسوطه. يا ماما مين اللي كان عامل لي مناحه يوم فرحي؟ والبيت هيبقى وعيد من غيرك، وهتوحشيني يا ياسمين. انت اكتر حاجه
حاجه مفرحاني بكده تيجي تقعدي معايا وفي حضني وتخشي سريرك وتقعدي في سريرك في بيتك. يلا يلا نخشي، انا عندي الحصه الثالثه بكره ولازم اصحى معاكي. يعني انت ازاي هتروحي الشغل اول يوم؟ صعب صعب، بقولها صعب. مطلقه مطلقه تقيلة. مطلقه يا مامي، قوليها سهله. مطلقه مطلقه. وبعدين يا ماما انت مش عايزاني اروح الشغل ليه؟ هو انا مطلقه ولا عيانه؟ طب انت اللي هتعملي المنيو بتاع بكره. عايزه تاكلي ايه؟ شركسيه وفراخ والحلو بقى ام علي. انت كويسه؟ يلا 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 يلا.